في إطار تحضير الانتخابات الرئاسية المسبقة المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر 2024، تتجه أنظار الصحافة كلها سواء المحلية الوطنية أو العالمية نحو الجزائر. وتحت إشراف وزارة الاتصال وقف السيد الوزير محمد العقاب على هذا الحدث بالمركز الدولي للصحافة، وذلك لضمان تغطية إعلامية شاملة مع توفير مختلف الأجهزة والمعدات الحديثة. زهير مناصرية، راني تقني سامي في شركة كانون صابي تكنولوجي منذ 15 سنة. رانا موجودين هنا مع سيسي لعتاد آلات تصوير وتنظيف الأجهزة التصوير. نكونوا كيكونوا الصحفيين ولا عندهم مشاكل في الآلات التصوير ولا نكونوا موجودين معهم. بالنسبة للمركز الدولي للصحافة، كما سبق وقلت أنه يعني يسعى دائما أن يكون في المستوى، سواء من خلال توفير يعني كل اللوازم اللي يجب أن تكون يعني تحت تصرف صحفيين سواء المحليين، يعني سواء كانت الصحافة الوطنية أو الصحافة يعني نقول الخاصة هي الوطنية، وبالإضافة إلى استقبال الوفود من الصحافة الأجنبية. إذا كان تكلمنا على الاستقبال، يعني الاستقبال هو على مستوى قاعات الإنترنت اللي وفرها المركز، تدفق عالي للإنترنت، حواسيب، يعني خدمات إعلام آلي، خدمات مونتاج وكل ما يلزم، يعني نفس الخدمة اللي موجهة للصحفي الوطني المحلي هي نفس الخدمة اللي يتلقاها الصحفي الأجنبي، يعني بدون تمييز، يعني هي نفس الظروف المهيئة، هي في الحقيقة كلها من أجل خدمة الصورة يعني الحسنة والصورة الحقيقية للجزائر الجديدة، اللي دائما احنا كصحفيين نسعى أن نعطوا الصورة الحقيقية، يعني بعيدا عن التصوير، بعيدا عن التشويه. ويعني لو كنتم تشوفوا كصحافة وطنية، حتى تصريحات بعض الإعلاميين الأجنبيين يعني لاقوا استحسان يعني بما هو متاح يعني لهم من خدمات ووسائل يعني اللي وفرها المركز الدولي للصحافة.